مرحبا بكم اعزائي المتابعين قناه تيك باك، وياكم اختار عراقي. واليوم تجربتنا الى اونر 10 لايت اللي قبل شهرين انا شرحته في اثناء نزول هذا الهاتف. فبوقتها شرحت المعلومات الاساسيه وايضا شرحت تفاصيل التصميم الى اخره، لكن اليوم تجربتنا مع هذا الهاتف وراح اعطيكم تجربتي الكامله وبشكل مفصل حتى تعرف اداء هذا الهاتف مقابل السعر اللي قدمه الشركه. فبدايه مع التصميم، راح تلاحظ من الخلف تصميم من البلاستيك، نعم طبقات بلاستيك تعطيك انطباع انه على اساس زجاج، ولكن هو بالاساس بلاستيك مضغوط ومجموعه من الطبقات. من الجوانب هنا الحواف المعدنيه، معدن جدا ممتاز على السعر اللي موجود على هاتف متوسط. الشاشة من الأمام راح تقدم لك استيعاب واستحواذ على مسألة الواجهة ضمن شاشة الهاتف وضمن الواجهة، فراح نحصل على ما يقارب 90% أو 88% تقريبا بنسبة الشاشة إلى العرض، مع وجود تصميم اليو أو الووتر دروب. هذا مو ووتر دروب، يعتبر هو تصميم اليو بالأساس. وأيضا هذا التصميم أو هذا النوتش اللي راح يحتوي على مسألة كاميرا أمامية بدقة 24 ميجا بكسل، راح نتحدث عليها في مسألة الكاميرات. فهذا الهاتف أيضا من ناحية الشاشة راح يقدم لك شاشة الـ IPS Full HD Plus من ناحية الدقة، 415 من ناحية كثافة بكسلات، 19.5 على 9 من ناحية أبعاد العرض. ايضا هذا الهاتف من الخلف مزود بكاميرات مزدوجه مع مستشعر البصمه. تجربتي للكاميرات بالاضاءه المنخفضه، جربت اكثر من صوره، ومع الاوضاع والواجهه اللي تقدمها الشركه مع الاي ام يو اي 9 مع نظام الاندرويد 9 او اخر نظام من شركه جوجل، وايضا هذه الواجهه او هذه الكاميرا راح تقدم لك مسائل الذكاء الاصطناعي الموجوده بالواجهه مثل ما شفنا بالاجهزه السابقه، وايضا مساله 13 ميجا بكسل الخلفية مع وجود 5 ميجا بكسل للعزل راح تعطيك أداء جدا رائع. ولكن في مسألة العزل هناك يوجد أخطاء من ناحية العزل ممكن تصلحها الشركة بتحديث خاص بواجهة الكاميرا، وأيضا مسألة الكاميرا الأمامية 24 ميجا بكسل جربتها كاميرا جدا رائعة مع فتحة f2.2o، وأيضا إمكانية هذه الكاميرا على تصوير الكاميرا الخلفية إمكانية تصوير الفيديو لغاية الفول اي دي لغاية 60 إطار بالثانية واحدة، لا وجود لمسألة سلو موشن أو التصوير البطيء، وجود أوضاع أخرى مثل التايم ليبس أو التصوير المسرع، وأيضا أوضاع أخرى خاصة بأوضاع الكاميرا اللي دائما نلقاها ونشوفها في شركة أونر أو شركة هواوي اللي تقدمها مع هذه الواجهات. ايضا من ناحيه اخرى المنافذ الموجوده على الهاتف، الهاتف يوفر لك منفذ خاص بدعم شريحتين اتصال او شريحه مع الزكاد لغايه 512 جيجا بايت. من ناحيه التخزين واستيعاب الذاكره اثناء تشغيل الهاتف لاول مره، فراح تلاحظ انه الذاكره العشوائيه هي 3 جيجا بايت، مع تشغيل التطبيقات راح تحتل تقريبا 68% من مستوى الاستهلاك بشكل عام، والباقي راح يكون لنظام التشغيل. من ناحيه التخزين انا هذا النسخه اللي عندي هي 32 جيجا بايت و 3 جيجا بايت من ناحية ذاكرة عشوائية، فمن ناحية التخزين راح تاخذ تقريبا 10 جيجا بايت بدائية من ناحية نظام التشغيل، والباقي راح يكون لك. ايضا من مسألة اخرى انه لمبة الاشعارات في هذا الهاتف ما موجودة ضمن الكاميرا باعتبار انه كاميرا امامية فقط في هذه الفتحة، فاللمبة الاشعارات راح تلاحظها في اسفل الهاتف بالحافة السفلية من ناحية التصميم اثناء شحن الهاتف او اثناء توصل بالواردات او الاشعارات الوارده، راح توصل لك على شكل لمبه خضراء اسفل الجهاز. ايضا الجهاز من الاسفل مزود بفتحه من السماعات هي مونو، ولكن الصوت ايضا راح اترك لكم مقطع من ناحيه تجربه الصوت لهذا الهاتف العشوائيه، ولكن في ال بي دي دي ار 4 اكس مع هذه المعالج راح يكون السرعه افضل وبتحسينات اقوى. ومنفذ المايكرو يو اس بي، بالاضافه الى احتفاظ الشركه بمنفذ السماعات، وايضا اوضاع خاصه بمسألة الصوت في اعدادات الواجهه واعدادات الخاصه بالجهاز، تقدر تغير ما بين اعدادات الخاصه اثناء تشغيل السماعات.
ايضا هذا الهاتف مزود بمعالج من كيرن 710. تجربتي المعالج مع الالعاب مع تشغيل الالعاب القويه واللي دائما تستنوا عليها لعبه الببجي، فلعبه الببجي شغلتها على الاتش دي مع اعلى فريمات تقريبا بحاول الاعدادات الخاصه باللعبه، اللي لاحظته انه اثناء اللعب لمده طويله ايضا راح تلاحظ هناك تقطيع بمساله الفريمات، فشيء جدا بسيط. وهذا الشيء بعد ما بحثت عنه انه ممكن الشركه في تحديث خاص ثاني خاص بالاداء المعالج ممكن تحسن او تعالج هذا الموضوع. نعم جي بي يو توربو موجود على هذا المعالج يدعم لك مع بطاقه الجرافيك من ناحيه السخونه او من ناحيه استهلاك البطاريه اثناء تشغيل الالعاب، فهنا بعد ما تلعب تقريبا ساعة أو ساعة ونص راح يكون 10% يعني يستهلك من مسألة البطارية، والسخونة بعد ساعة أو ساعة ونص بنفس المدة ما راح تلاحظ سخونة، راح تلاحظ دفء بسيط يعني بخلف الهاتف في مكان المعالج. هذا الشيء طبيعي لأن أنا أصلا مشغل اللعبة على الـ HD مع فريمات عالية، فلما تشغل فريم عالي يعني بطبيعة الحال أي هاتف سواء فلاكشيب أي معالج فراح يحمى عندك أو يبدي يدفى يسخن المعالج من ناحية تشغيل الألعاب. ايضا من ناحيه البطاريه اللي قدمها هذا الهاتف هي 3400 ملي ام. شحن هذه البطاريه من 0 الى 100 يستغرق حوالي ساعتين، واعطائك التجربه من ناحيه سكرين اون تايم راح يعطيك تقريبا 12 ساعه او الاستخدام المكثف لهذا الهاتف مع تشغيل تطبيقات سوشيال ميديا منصه يوتيوب الى اخره، راح يعطيك بحوالي تقريبا لغايه 8 ساعات متواصله لغايه ما تنزل البطاريه مو للصفر ولا ما تهبط الى مسألة 15% ويحذرك انه تشحن هذا الهاتف. فهذه من الامور الرئيسية والمميزات اللي وجدتها بالهاتف مع Honor 10 Lite، وسبق ان شرحناه في فيديو سابق قبل شهرين. هذه تجربتي الاولية، وان شاء الله ايضا اذا حبيتوا ان نسويكم تجربة الكاميرات منفصلة حتى نتعرف على تصوير هذه الكاميرات، او ممكن نقارنها بهاتف ثاني مثل المي 8 اللي انا عندي حاليا شاومي مي 8 2 اللي تميز ايضا بكاميرات قوية. ايضا الميزات الاخرى يقدمها هذا الهاتف مساله الاف ام راديو موجود، NFC موجود على الهاتف، بلوتوث الجيل الرابع، كل هذه الامور موجوده على هذا الهاتف مجموعه بهاتف متوسط مع سعر بحوالي 175 دولار في العراق و200 210 باقي الدول العربيه. ايضا هناك خصم على هذا الهاتف او منتجات اخرى من متجر نون، وهذا متجر نون هو خاص بالسعوديه والامارات لمحبين ومتابعين قناه من السعوديه والامارات، تقدرون تحصلون على خصم كوبون هذا اللي ظهر امامكم على الشاشه تقدر تستخدمه، فكوبون تقريبا بتخفيض 15% اذا حبيتوا ان تدعمونا تشترون او تسوقوا من هذا المتجر، واستخدام الكوبون يفيدك انت ايضا. فبالنهايه هذه كانت تجربتنا لهاتف الاونر 10 لايت. اتمنى اذا عجبك الحلقه لا تنسى تشترك بالقناه وتفعيل زر الجرس للمزيد من الفيديوهات القادمه من تك باك.